الموقع وسلط الضوء على ما أثاره الفنان التشكيلي اليمني الشهير عدنان جمن من جدل واسع على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن نشر لوحة فنية جديدة لمدينة صنعاء القديمة، وقال إن اللوحة نالت إعجاب الكثيرين وتلقى الفنان إشادات واسعة على إبداعه، إلا أن بعض النقاد شككوا في أصالة اللوحة بمزاعم إنها مطبوعة وليست من رسم يده. وبحسب الموقع فلا يزال جدل يسود بين التصديق والتشكيك في أوساط اليمنيين، فقد دافع عدد من المعجبين عن موهبته وإبداعاته التي امتدت لعقود، ورأوا أن الانتقادات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة وأنها نابعة من الحقد والحظوظ النفسية. وفي سياق الرد على النقد، قال وزير الثقافة الأسبق خالد رويشان إن عدنان يرسم منذ 40 عاما وينتمي إلى أسرة فنية مبدعة، وإنه ساكن وعاشق في صنعاء ويرسمها بطريقته. فيما قال آخرون إن اللوحات التي يرسمها عدنان تقترب من التصوير الواقعي المجسد لجماليات المشهد بألوانه المائية والزيتية، وهو ما أثار الجدل أو الصدمة لدى المتلقي الذي ظن أنها مطابقة للأصل.